ايه يا عم البيت ده؟ ايه ده يا عم؟ ده الناس بص بيشربوا في سيسة ذهب. ايه ده؟ انت بتشد من ايه ده السيفون؟ ايه ده بجد؟ يا ابني انت عبيط يا ابني. انت عرفت منين بقى ان الناس دي ناس اغنياء ومتريسه والبيت فيه ذهب وياقوت ومرجان؟ يا ده ولا هجيبك اي بيت يا عبيط. انا عرفت ان الناس اللي في البيت دول اغنياء اول ما لقيت مركون قدام البيت عربيه 128 وفيسبا. ده على كده قلت دول اغنياء غنى فاحش. على كده جوز اختي بقى يبقى غني. ايه ده عنده فيسبا؟ لا عنده عجله مجرس حكايه. بص ده بتاع لبن يا ابني. يا عم بص بقى انا مش عارف، انت دايما تتريق على عيلتي ومش عاجباك. ما هو انت اصلك لو مثقف كنت قريت اليافطه اللي مكتوب على الباب. مكتوب فيلا الزعبلاوي. ومال الزعبلاوي يعني؟ يا ده هم الاغنياء بيبقى اسمهم كده يا تلاقي الزعبلاوي. اه صح صح، دايما تلاقي الزعبلاوي المحلاوي السنكلاوي كبد وكلاوي. صح الله ينور عليك. يا هم الاغنياء بتبقى اسمهم كده غريبه شويه. صح والله. طب انت ايه دلوقتي بتعمل ايه هنا؟ بتسرق ولا بتعمل ايه؟ اه يا بقى الواحد بيسرق هنا والفلوس والعد عينيا. ايه ده انت هتقعد ترغي؟ طب ايه اعمل ايه يعني؟ خد يلا امشي بيك من هنا، يلا روح هات المسواك بسرعه يلا. طب يا عم اروح بس ما تزقش كده. انت هتقول المعلم بتاعك يلا انت عبيط. يا ابني ما تمدس ايدك. اتفضل يلا. يا عم ما تمدس ايدك هضربك. هتضربني وانا هقتلك. لا هروح اجيب المسروقات واجي على طول. يا ده حاجه تقنق يا جدع. يا ده الاغنياء دول عليهم حاجات طول النهار، روب ريش نعام وصباع الكفته في بقهم وما بيعملوش اي حاجه. يعني انا كده كده بقيت غني؟ ده ايه العبط ده؟ ايه ده وصباع الكفته اهو؟ ياه ولا يا عبدو انت يا زفت يا عبدو، هات لي القهوه هنا يا كلب. كل حاجه هات يا عبدو سوي يا عبدو. مفيش غير عبدو في ام المخروبه دي. امسك هادي القهوه بتاعك، ده حاجه تقرف خالص. القهوه دي ساده وانا بشربها زياده. عبدو انا قتلت ابوك ليه؟ عشان جيب لك القهوه ساده وانت بتشربها زياده. قتلت امك ليه؟ عشان جبت لك القهوه ساده وانت بتشربها زياده. قتلت بنت عمة خالتك ليه؟ عشان جبت لك القهوه ساده وانت بتدفعها زياده. تفتكر صابر عليك ليه؟ عشان احرجتك وقلت لك انت ما تجيبش سكر، لو تجيب سكر نعملها زياده. ما لقيتش سكر حطيت لي مكانه سم يا كلب. ايوه هموتك زي ما موتت كل عيلتي. لا هقتلك ومش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. مش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. اهرب يا ابني انت هتزمر. اهرب. ايه ده الاغنياء هايفين قوي. ده ناس فاضيه يا اخي ما بيعملوش اي حاجه. ايه ده يعني انا كده بقيت غني بمجرد الرب؟ كل حاجه اعمل يا عبده وسوي يا عبده، ولما عبده يسرقهم يطمسوا. ده حاجه خلط والله، ما لازم يسرقهم. يلا اخلص يلا بسرعه بقى قبل ما صاحب الفيلا يجي. فين المسروقات اللي انت سرقتها؟ مش شايف كل ده ولا كلكم وداكم؟ ايه ده يا هطل؟ ده تمثال فرعوني. تمثال ايه ده؟ الخمسه منه بقرش في خان الخليل يا ابني. يا عم بقول لك تمثال فرعوني. يا ابني بقول لك الخمسه منه بقرش في خان الخليل. ارمي يلا الهطل ده. يا عم خلاص خش جوه عندك الخزنه تلاقي فيها بقى الذهب والفلوس اللي انت عايزها، وسيب لنا التمثال الحلو ده. طب تمام. الواد مرزوق السواق واقف بالعربيه بره؟ اه واقف بيها بره. خليه يخش عشان يشيل معانا المسروقات. يخش ازاي يعني بالعربيه وباب الفيلا قد كده؟ طب اقتله يا رب ولا اعمل ايه؟ ما انت فهمني وانا افهم على طول. بص يا ابني خليه بره يدور العربيه واحنا هناخد المسروقات ونخرج له. طب ونخرج له ليه؟ ما انا اخليه يخش بالعربيه. يا سلام انت بتقول ايه؟ ده انا اجيبه لك لحد عندك. ايه ده يا جدعان ده؟ ده ايه الجمال والعظمه دي؟ كل ده ذهب اكيد فلس ان شاء الله. يا نهار ابيض. ايه ده؟ ده انا هعلم ماتش اعتزالي بقى بعد العمليه دي ان شاء الله. شكلها هيتقبض عليا دلوقتي حالا. يلا يا لهوي شكله ما بلغش. ده مين اللي بيخبط؟ مين؟ افتح يا كالون الباب مقفول. هو انت يا هطل يا ابني حرام عليك بتقفل الباب ليه؟ هو بيتنا. تعالى افتح يا عم. ايه في ايه؟ قفلت الباب ليه؟ عشان الحراميه. نسيبه مفتوح بقى واللي داخل والخارج. تصدق صح عندك حق. فين مرزوق؟ مرزوق يا عم بقول له تعالى وبتاع، قعد يقول لي لا البنزين غالي ومش هدور العربيه. ايه ده يا ابني؟ ما احنا اللي بنقول له العربيه رايح جاي. طب ما تقول له ايه بقى؟ بس انا ما سكتت، كسمت له دخلت فيه شمال دور العربيه على طول. طيب يلا يعني هو هيخش لنا دلوقتي حالا؟ تلاقيه واقف قدامك. يلا بسرعه عشان صحاب الفيلا زمانهم جايين. دوندون انا دوندون. يخرب بيتك ما تقولش اسمي هنتفضح. انا دوندون ولا دوندون. انا دوندون انا كلون. انتوا سايبيني يا عم بره؟
بره يا عم، انا مشغل العربيه البنزين قرب يخلص يا عم. وطي صوتك يا عم، هنتمسك مالكش دعوه بالعربيه، هنظبطها. هتظبطها ايه؟ ما اصل البنزين طول ما هو شغال والعربيه شغاله ممكن تجيب وش سلندر. احنا اللي هنمول لك وهندفع لك كل حاجه، ما تخافش. اصل وش السلندر ممكن يجيب الجوايط. يا عم الجوايط ايه؟ الجوايط. ايه الجوايط دي؟ اللي في العربيه. في حاجه اسمها جوايط؟ ايه ده، مفيش؟ مفيش جوايط؟ مش عارف. ابلاتين، هتجيب ابلاتين. يعني عرفنا دي. يا عم تجيب اللي تجيب. ايه رايك بقى في الفيلا الحلوه دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا جايين تسرقوا قصر عابدين يا ولاد اللذينة. قصر عابدين ايه؟ دي فيلا بتاعت بني ادمين. لا معلش عدم المؤاخذه، انتوا مقاولين على 50 جنيه على اساس ان انتوا هتسرقوا شقه في حي عشوائي، لكن فيلا زي دي لا معلش هاخد نصيبي. لا احنا اتفقنا على كده، والاتفاق كان من الاول على كده. ابلغ فيكم البوليس. لا خلاص اطلع عبي وشيل من خيرات الله من فوق. اخد اللي انا عايزه. خد اللي انت عايزه يا فيلتنا. يا ولاد اللذينة، صحاب الفيلا مش موجودين؟ مش موجودين. لا نايمين. ماشي يا معلم. يا انت بتقسم من جيب امك، ايه اللي يطلع يقلب بمتاهه؟ انت بتقول لنا من جيب امك؟ ايوه دي فلوسنا احنا. يا ده انا المعلم. يا يا عم طب ما تزوق الثوب. وانا هقتلك دلوقتي يا عم. ولا تعرف تعمل حاجه يا دفهم. يلا انا دلوقتي خليته يخش معانا في الموضوع عشان ممكن يحسدنا. صح، والحسد مذكور. صح، خليها على الله ونعمه بالله. استاذن انا بقى، ميعاد القطر بتاعي وصل. والله كان نفسي اقعد معاك بس مش قادر. يعني ايه ده؟ انت عبد عبيط يا ابني؟ ده صوت كلاكس عربيه؟ اكيد صحاب الفيلا جوبوا هيخفخونا. ربنا يستر. اجري اجري، استخبى ايه؟ يا نهار اسود من الارض. يا لهوي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. هم الناس الأغنية كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى؟ يا ويقولوا سرقنا ليه؟ الو. ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عش البلبل. سلام. الو. ايوه يا دوما، بكرة تسليم البضاعة الساعة 5 عند كازينو عش البلبل. سلام. ألو. أيوة يا بوليس. بكرة جرادة أبو دومة يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عند كازينو عش البلبل. سلام. أيوة يا جرادة، قول لابو دوما ان البوليس جاي لكم بكره الساعه 5. اهربوا انتوا الساعه 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جراده ابو دوما اهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازينو. روحوا لهم انتوا الساعه 3، استنوهم قبل ما يمشوا. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه، والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم؟ هو ده بقى المنجهة، هي دي بقى الإيافة. إيه؟ أخيراً. إيه؟ أخيراً شفتك يا زعبلاوي. إيه؟ أنت الزعبلاوي. لا لا، متهيألك أنا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا، أنا عارف إن أنت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ يعني أنا أركرت نفسي؟ انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه يا حضرتك، انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك
والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه، انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هديه مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زياده وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا هديهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده يا قاضي، اتعدل يا ده. انا بحبك والله. يا سلام. يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه، هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا قاضي؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده ذهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة، ده انت حبيبي والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من